عن الأزمة الليبية التي تمر بها حكومة لدبيبة المنتظرة وأسباب هذه الأزمة ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد السلام الراجحي. أستاذ عبد السلام، مرحبا بكم. يعني أيام ويعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة عن أسماء حكومته، لكن يبدو أن الرجل يواجه تحديات كبرى، ما أبرز هذه التحديات؟ مساء الخير لك الأستاذ المشاهدين. أعتقد هي أبرز تحديات هو انقسام مجلس النواب ومحاولة حتيتة من رئيسه عقيلة صالح. نعم. عقيلة صالح هو أحد المتنافسين على هذه الحكومة وخسر المنافسة أمام قائمة عبد الحميد الدبيبة ومحمد النفي، وخسر في 5 فبراير الماضي هذه المنافسة، وهو الآن يحاول عرقلة وإسقاط هذه الحكومة والمجلس الرئاسي لتجديد الأمل بأن يكون هو أن يرجع له الأمل من جديد أن يكون هو رئيس المجلس الرئاسي بعد تحطم حلمه أمام خسارته وفوز قائمة الدبيبة ومحمد آل منفي. طيب. أيضا أعتقد أن التسريب الإعلامي هو تسريب من وكالة فرانس بريس نقلا على دبلوماسي فرنسي. التسريب يعني ملغم ومبهم، لا يوجد أسماء، لا يوجد أسماء من هم الأعضاء الذين قدموا رشوة ومن هم الأعضاء الذين أخذوا هذه الرشوة. نعم. التسريب فقط ذكر السيد عبد الحميد دبيبة. هذا التسريب أو هذا الحدث حدث في نوفمبر الماضي، قبل حتى تشكيل فكرة الانتخابات أو آلية انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة في ذلك الوقت. نعم. وهو كان في تونس، وسربته وسائل إعلام وصحفيين وإعلاميين يعني منحازين أو تابعين أو مدعومين حتى نقول بشكل واضح. نعم. من دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت. اضطر السيد عبد الحميد الدبيبة في 23 نوفمبر الماضي، أي قبل حتى انتخابه، تقدم برفع قضية أمام الوسائل الإعلامية، كانت قنوات أو صحف إلكترونية وشخصيات خرجت على الإعلام، تقدم بشكاوى أمام القضاء الليبي لدى المكتب النائب العام في نوفمبر الماضي ضد هذه التهم في ذلك الوقت. نعم. الآن هي صحيفة فرانس أو وكالة فرانس بريس أصدرت هذا التقرير دون دلائل، والبعض يتحدث أن هو ليس تحقيق إنما هو جمع معلومات، ومن الصعب أن يصدر بشكل واضح وعلني. طيب. لأن هذا التقرير لا يتحدث فقط عما حدث في ملتقى الحوار في تونس، بل هو يتحدث أيضا عن الدور الروسي وإرساله لمرتزقة فاغنر ودعمه العسكري والتدخل العسكري الروسي، وأيضا التدخل العسكري الفرنسي وإرساله لقوات خاصة فرنسية تقاتل مع خليفة حفتر، وكيف استطاعت قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الفقر الوطني غنم أسلحتها وصواريخ جافلين الأمريكية المطورة. يعني فأتوقع أن هذا التقرير لن يصدر، لأن طبيعة التقارير لابد أن توافق عليها الدول الخمس الكبرى، وفرنسا وروسيا لن ترضى بتمريره، خصوصا أن الفرنسيين والروسيين عرقلوا التقرير السابق لسنة 2019. حتى الآن لم يصدر هذا التقرير بشكل طيب رسمي. نعم. لأن هذه الدول عرقلته بحكم أنها تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن. طيب أستاذ عبد السلام، يعني ربما تكون هناك كما أوضح بعض المراقبين هناك محاولات لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، على رأسها فتح ملف سارع لدبيبة لإنكاره. لماذا الحديث عن ريشة أوصلت لدبيبة لرئاسة الوحدة الوطنية في هذا التوقيت تحديدا؟ ما الغاية من وراء ذلك؟ المعلومة سربت عبر وكالة فرانس بريس. نعم. ووكالة فرانس بريس اعتمدت في تقريرها على معلومات أعطيت لها من مسؤولين في مجلس الأمن. والأكيد يعني نعتقد أن هذه التسريبات جاءت عبر دبلوماسيين ومسؤولين فرنسيين. هذا التقرير كما قلت لك لم يخرج حتى الآن للعلن، ومن الصعب خروجه. عقيلة صالح حاول العرقلة أكثر من مرة، يعني اشترط مثلا مدينة سرت لتكون مقرا للاجتماع منح الثقة لمجلس النواب، ونعلم جميعا أن مدينة سرت هناك لغط عليها، وهناك تقارير دولية وأمريكية والنيتو وغيرها أنها تواجد مرتزقة فاغنر الروسية والجنجويد، وأن غير تحت السيطرة الليبية بالكامل. يعني حتى نكون واضحين، هي محتلة من قبل قوى خارجية ليست بليبية. مع هذا
كان هناك ضغط لنجد 5+5، ويعني كان هناك بداية الرفض ثم صار تعامل وهناك تطمينات وتم موافقة أن تكون هناك الجلسة في مدينة سرت. الآن يريدون عرقلة الجلسة بحسب تقرير صحفي. هذا التقرير لم يتحدث على أسماء، لم يوجد من هم الأسماء الأعضاء المنتدى. الحوار كما قلت لك يعني تقرير ملغم، هناك لا يوجد دلائل، لا يوجد تقرير يعني وقائع حقيقية، رغم أن كان هناك تسريب بنفس هذا التقرير من الصحافة الأمريكية في 20 فبراير الماضي. طيب. هذا التسريب الأمريكي اسمح لي فقط تحدث على علاقة حفتر بصاحب شركة بلوك ووتر، يعني أنتم في العراق تعلمون جرائمها التي ارتكبت في العراق. نعم. وأن تحصلت على تقريبا 400 مليون دينار ليبي مقابل تقديم خدمات واغتيالات لجهات سياسية وعسكرية في طرابلس. وفشلت هذه العملية. مجلس النواب لم يطالب في ذلك الوقت بفتح تحقيق، بالذات الموالين لحفتر والذين هم عينوا حفتر. لماذا لم يعتمدوا على تقرير صحفي من صحيفة أمريكية مشابهة لمصداقيتها وقوتها لوكالة فرانس بريس؟ لم يطالبوا بفتح تحقيق ويستدعوا حفتر ويقولوا ما هذه النتائج تحقيقات، هل أنت أتيت بمرتزقة بلاك ووتر الذين ارتكبوا جرائم في العراق وغيرها؟ لم يفعلوا هذا، هم فقط يريدون إرباك المشهد ويريدون محاولة لإسقاط هذه الحكومة. حتى كما قلت لك الكثير يعول على إسقاط هذه الحكومة بسيناريوهين. السيناريو الأول يقول لك ممكن إعادة الأمل في أن يكون هناك عقيلة صالح يرجع من جديد رئيس مجلس رئاسي، وهناك سيناريو آخر أن يتم اختيار القائمة الثانية في الترتيب والتي يترأسها عقيلة صالح. فالموضوع هو تقاطع مصالح. طيب أستاذ عبد السلام، أو الوطنية أو غيرها، يعني كما تفضلت قلت هناك من يحاول إسقاط هذه الحكومة، هل هناك دور لبعض الدول الإقليمية في أن تضع المعوقات أمام الحكومة التي تعاني مخاض الولادة بالأساس؟ نعم، هناك حتى الآن فرنسا. نعم. والتي وصحفها سربت هذا، يعني أنا لا أشك في وكالة فرانس بريس، لكن عندي شكوك حول من أعطى المعلومات لفرانس بريس. أعطاها هذه المعلومات المضللة الغير كاملة المعالم. ممكن يكون هناك أشخاص تلقوا الأشياء، لا أنكر هذا الشيء، لكن هؤلاء الأشخاص أحيانا غير محسوبين على عبد الحميد البيبة. نعم. بل خصومه أحيانا، يعني لم تذكر الأسماء، هذه المعوقة. وأيضا الإمارات، دولة الإمارات، يعني عندما نشاهد إعلام الإماراتي كيف يؤجج ويكبر حجم هذا التقرير الصحفي ويضخمونه ويحاولون إسقاط هذه الحكومة. أعتقد هناك حتى الآن المؤشرات، هناك دولتين هي الإمارات وفرنسا. الفرنسيين خصوصا بعد تصريحات، نعم أستاذ عبد السلام، كيف لأنه سيستمر في، نعم، اتفاق الرسم الحدود البحرية الليبية التركية والتي هي أغضبت فرنسا بشكل كبير. عبر سكاي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد السلام الراجحي، شكرا جزيلا لكم.